وبركاته. تلاميذ الخامس الابتدائي، اهلا وسهلا بكم في حل نشاط اللغه الانجليزيه اليونت 1. عندنا باليونت 1 باللسن 1 read and write about yourself، يعني اقرا واكتب عن نفسك. I'm Dima. I'm from Iraq. I live in Basra. انت تكتب بكيفك، مثلا تكتب I'm Ali. I'm from Iraq. I live in Wasat او نجف او كربلاء، كيفك او بغداد. هنا أنا بالنسبة إلى التمرين فرع بي يقول match the question and answer write the number، يعني وصل الأسئلة بالأجوبة اللي موجودة مع كتابة الأرقام. عندنا is Ali from France، هاي موجودة عندنا بالكتاب، نقول له no she no he isn't، يعني هنا أنا number one تروح إلى no he isn't. زين number two، are Ali and Murad from تركيا؟ الجواب نمبر 2 yes they are، هم من تركيا، عندي بالكتاب ان علي ومراد من تركيا. Are you from Iraq؟ هل انت من العراق؟ نمبر 3 الجواب yes I am، يسألني إلي انا نعم من العراق. Is Dima from Egypt؟ هل ديما من مصر؟ الجواب no she isn't، نختار هنا رقم 4. ايضا هنا عندنا احنا ما زلنا باللسن 1 الفرع سي مالته، write the missing letter يعني اكتب الحرف المفقود، وهذا انتم لازم تحفظون ذني املاء، ذني مهمات جدا اللي هن اسماء الدول. ايطاليا الحرف المفقود هو حرف الاي، تايلاند الحرف الاي ايضا هو المفقود، تركيا حرف اليو مفقود والاي، جابان حرف الاي والاي الثاني ايضا مفقود، فرانس حرف الاي مفقود، ايجيبت حرف الاي، وإيراد حرف الأي، وإنجلاند حرف الأي. ذني المفروض تحفظوهن كتابة وإملاء لأن مهمات جدا. نجي على هنا يقول number the countries alphabetic order، يعني رتب، هذا خاف تشوفوا شنو السؤال، معناها رتب أسماء الدول حرف حسب الأحرف الأبجدية، حسب الأحرف الأبجدية، الأحرف الأبجدية مع اللغة الإنجليزية A B C D. فأنا عندي أول دولة راح تكون فرنسا لأن الأف أول واحد ففرنسا، ثاني دولة راح تكون العراق لأن حرف الآي، وثالث دولة راح تكون إيطاليا، العراق وإيطاليا اثنين يبدون بحرف الآي، ناخذ الحرف الثاني، الحرف الثاني للعراق هو الآر بينما الحرف الثاني لإيطاليا هو التي، إذا العراق الثاني وإيطاليا الثالث. جابان الجي حرف الرابع، والحرف الخامس تركي، تركيا يعني خامس، والسادس راح تكون تايلاند اللي هو حرف التي. زين نجي على السؤال الاخر اللي فرع اي، كومبليت ذا كويشن اند انسر يوز از او ازنت او ار او اند ارت. شوفوا از شي از فروم ايجيبت، نو شي ازنت، يعني اذا كان الجواب از يسالني هل هي من مصر، الجواب نو شي ازنت، ليست هي من مصر. ار وي فروم عراق، هل هم من العراق؟ يحكي على علي ومراد، احنا قلنا علي ومراد من تركيا، نقول يس وي ارنت، يس وي ارنت. هنا العفو اعزائي الطلبه خل اصحح لكم اياها، هاي اكو خطا، يس وي ار وليس وي ارنت، احنا يا اما نستخدم is او isn't او are and aren't. ف are we from Iraq، هل هم من العراق؟ فاذا جاوب لي yes اقول yes we اقول yes we are وليس we aren't. خلي بس نصححه، صح نكتب نكتب هنا are yes we are على اعتبار انه من العراق، yes we are. زين لان اذا الجواب yes فلازم انا اكتب yes we are، اذا الجواب yes اجيب جمع يعني اجيب مثبت ار او اس حسب الموجود عندي، وي تاخذ ار،
هنا ايضا ار ذي فروم فرانس، قال لي نو ذي ارنت، استخدم نو ذي ارنت. از هي فروم تركي، يس هي، ليس ازنت، لازم استخدم ايضا هنا استخدم از، يس هي از، يس هي از. فاقول احذفها واقول يس هي از. زين اعزائي الطلبه، هاي بالنسبه لحل هذا التمرين. نجي على نشوف بعد ايش عندنا تمرين موجود باللسن 1. بالنسبه الى لسن 2، لسن 2 شوفوا كان يو ماتش وير ذا تشيلدرن ار فروم رايت نمبر. هنا انا منطيني اسماء الشباب او الاولاد اللي عندي اللي بالكتاب واعلام الدول اللي هم يتبعون لها. شوفوا اول واحد علم العراق، علم العراق انا من عندي من العراق عندي ديما من العراق، فاخلي عراق هنا على اسم ديما. ثاني وحده علم الجابان اليابان، ومن عندي من اليابان عندي هيروشي من اليابان، هيروشي من اليابان فاخلي نمبر 2. الثالث علم انجلاند، انجلترا يعني، عندي بيتر، بيتر من انجلترا. الرابع علم ايجيبت، ايجيبت يعني مصر، راح تكون داليا، فرق بين ديما، ديما من العراق، وداليا من مصر. زين. نمبر 5 اللي هو علم فرانس، علم فرانس فرنسا، وعلم فرنسا هو العفو علم ايطاليا، هذا ايطالي، علم ايطالي لان هنا ما ملون، يعني اخضر واحمر علم ايطاليا، هو انزو، من انزو، اروح الانزو. وهذا علم تايلاند رقم 6 راح يروح الى كاندا اللي هي من تايلاند. زين. بالنسبه الى فرع بي، لوك ات يور بيبلز بوك اند تشيك يور انسر، يعني انظر الى كتاب الكتاب المنهجي اللي عندك وتشيك اجابتك او افحص اجابتك. شوفوا هنا أنا هذا عندي اي ام فروم ايراك، هي از فروم ايراك، شي از فروم ايراك، وي ار فروم ايراك، ذي ار فروم ايراك، يعني يقول احنا معناها اذا جبنا الفاعل اي نحن نستخدم الآن، هذا مختصر. وإذا جبنا هي أو شي راح ناخذ إز، وإذا جبنا وي أو ذي راح ناخذ آر. زين. يقول هنا لوك باك آت بيج 8 أوف يور بيبل بوكس أند كوريكت ذا سنتنسز، يعني ارجع إلى الكتاب صفحة 8 بالكتاب المنهجي وصحح الجمل، يعني جمل مثلا يقول شي إز فروم إيجيبت، هي ليست من مصر. شوفوا عن صورتها، هي هاي داليا، هاي ديما، هاي من العراق، اقول شي ازنت فروم ايجيبت، شي از فروم ايراك. زين. هي از فروم انجلاند، هي ازنت فروم انجلاند، هي از فروم ايطالي، هذا انزو. شي از فروم تايلاند، اقول شي ازنت فروم تايلاند، شي از فروم انجلاند. شي از فروم ايطالي، هاي كندا. She isn't from Italy. She is from Thailand. وأقول he is from Turkey. أقول he isn't from Turkey. تركي هنا صححها، أكو خطأ بالعبارة. تركي مكتوبة خطأ. خلنا نصحح الكتابة لتركي. فتركي خلنا نحذفها ونصححه. دائما أعزائي الطلبة تعلموا كتابة أسماء الدول بالكابيتال لتر إضافة إلى أسماء الأشخاص، يعني دائما خلوها ببالكم، اكتبوا بالكابيتال لتر، يعني مثلا فروم تركي، أكتب تركي بالبداية كابيتال لتر، وبعدين أخلي العلامة كاكلا. زين أعزائي الطلبة دائما تركي اكتبوها بالدول، أسماء الدول، يعني حتى هنا جابان راح اغيرها لان كاتبها هو سمول لتر، راح اكتبها كابيتال لتر على مود تكون صحيحه. زين. فجابان اكتب كابيتال لتر، لان اعزائي الطلبه لازم اسماء الدول تتعلمون عليهن بالسادس، مطلوب من عندكم بالسادس ابتدائي انهم تكتبون اسماء الدول بالكابيتال لتر. موضوع التنقيط يجيني لازم اكتب اسماء الدول واسماء الاشخاص بالكابيتال لتر، واي شيء ابدي به بالبدايه انه اكتب كابيتال لتر، هاي جامعه. هذا بالنسبه الى حل هذا
اللسن. لهنا درسنا لهذا اليوم انتهى، حلينا به لسن 1 ولسن 2 من النشاط اللي هو من صفحه 4، من صفحه 4 الى صفحه 7 لا تنسوا الاشتراك بالقناة لان احنا مستمرين معكم بحل النشاط مال اللغه الانجليزيه. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.